ده المطبخ بالابلايسز كلها، الفيو بتاعها ما شاء الله تحفة، وبحر صافي، السقف بتاعها عالي. الأوض كلها بس الأوضة دي أحلى سكرتين، لو قربت من الشباك هتبقى كل أوضة ماستر، والحمام بتاعها ومعاها بلكونة. بلكونة مصر كده منشور، انت شايف الباب ممر كده، الممر بتاعت مستر مروان. يعني حتى البلكونة دي مش مجروحة. السقف بتاعها ما شاء الله عالي قوي. وده السكن باثروم، شاور كابل بس مقفول. يعني هنا دي برضو بتاعت شوزات اعتقد.